قاسم قاسم اي قلنا دائما او تي تقرا اي وهي و و لي فو لور لي فولور اللصوص سو او سو دي اي دي جي جي لماذا وضعت الاو هنا لاننا لو وضعنا وضعت اي مباشره بعد الجي فتقرا جي تقرا دي جي ونحن نريد ان نقراها دي جي لذا وضعت الاو ولكن الاي هي التي تاخذ الحركه دي جي زير لاحظوا اس جاءت بين حركتين اي والاي اذا فلذا قرات زد دي جي زير انت لا تقرأ لأنه فعل والفعل عندما يصرف في il avec s في هم دائما ent في الأخير لا تقرأ إذن قاسم et les voleurs se déguisèrent en تقرأ en an on en كلها تقرأ en co o co دائما c عندما تكون بعدها o تقرأ co مير مير ان تقرأ ان اذا صن دائما عندما تجدون لا سي دي تكتب سي تكتب بلا سي دي هذه تسمى لا سي دي فاقرأوها سي لماذا وضعت لا سي دي لان لو وضعت سي هكذا مباشرة بعدها ا فتقرأ كون لذا وضعت لا سي دي اذا ان كوميرسون A A A l'air A l'air le verbe aller ذهب يذهب chez C H تقرأ che و E Z تقرأ E chez Ali Baba Qasem et les voleurs se déguisèrent en commerçants معناها قاسم و اللصوص se déguiser en commerçant يعني تنكروا le verbe se déguiser يعني تنكروا en commerçant في هيئة تجار et aller وذهبوا le verbe aller مصرف في قلنا في le passé simple et aller chez علي بابا وذهبوا إلى منزل علي بابا chez يعني المنزل إلى بيت أو عند علي بابا نقول مثلا بيتي نقول chez moi بيتك chez toi إذن il lui u i قلنا تقرأ oui il lui offre offre k k قلنا ال u لا تقرأ عندما تكون ال q قبلها فتقرأ مباشرة الحركة التي بعد ال u إذن k غون وان تقرأ اون اذا كارونت نضع السكون لان جاءت بعدها او في الاخير اذا كارونت فو فو دويل دويل لاحظوا هنا الاش لا تقرأ و او اي تقرأ وي دويل il lui offre 40 فو دويل معناها il تعود على قاسم هو lui offre offre le verbe offrir منح يمنح il lui offre يعني هو منحه والهاء تعود على علي بابا يعني قاسم منح لعلي بابا 40 فو دويل 40 40 فو دويل يعني برميل من الزيت دويل هو الزيت اذا فو دويل معناها برميل من الزيت Ali Baba les reçoit dans son château. Ali Baba les heureux. On a oi tokra wa wa c ma la c di tokra sa. Idan li anna c indama takoun ba'daha o tokra ka. Lida wudi'at la c di. Re s wa nada sukun thumma naqul wa. Les reçoit. T la tokra. A n tokra on idan don. O N تقرأ كذلك O إذن son CH تقرأ ش والA فتحة إذن شا EAU تقرأ O إذن تو château علي بابا لي رسوا دون سون شاتو معناها علي بابا استقبلهم في قصره
reçoit, le verbe recevoir, istaqbala, yastaqbilu. Les ta'oud ala les voleurs et qasm. Les reçoit, yani istaqbala hum. Ton, fille, son château. Son château, ma'naha qasrihi. Son château, ma'naha qasrihi. Le château, huwa qulna al qasr. Et wa or do na lahidu al r la yujad ba'daha haraka idhan nada 'alayha al sukun or do na a mor jana mor jana de p ré et ré a pa e r taqra e idhan ré préparer un repas un on a daiman taqra u n taqra un wa e مع ال r تقرا غ e غ a pa un repas copieux copieux لاحظوا i e u تقرا ye ye cop ye x لا تقرا pour o u تقرا ou pour pour 40 40 قلنا ال U لا تقرأ و الأ الحركة هي الفتحة إذا ك أ ان تقرأ أن غون ت نضع السكون الحرف تي كارونت بير بير سون بيرسون إذا نترجم علي بابا لي رسوا دون سون شاتو إي أوردونا و أوردونا معناها أمر لو فيرب أوردوني أمر يأمر à Morgana, Amara min Morgana, de préparer, de tuhadder un repas, yani un tuhadder wajba copieux, décima, pour 40 personnes, li arbauna shakhs, ou li arbaina shakhs. Nous wasil. O. A U دائما تقرأ O O مو E N تقرأ أن إذن مومون في الوقت دا لي E R قلنا تقرأ E إذن لي دا لي شير شير شي E R تقرأ E إذن شي شير شي الويل قلنا بأن الأش لا تقرأ يي تقرأ وي ل نضع السكون لأن بعدها أ في الأخير إذن الويل أو مومون دالي شيرشي الويل معناها في الوقت الذي ذهبت فيه مورجانا دالي شيرشي أن تحضر الويل الزيت شيرشي مرات معناها تبحث ومرات تحضر مومون دالي شيرشي الويل معناها قلنا في الوقت الذي ذهبت فيه مرجانة لأن تحضر الزيت لتحضير الوجبة الدسمة il s'est avéré معناها اكتشفت il s'est avéré معناها اكتشفت أن que أن ك 40 بأن 40 voleur les se se trouver se trouver intéressant se trouver كانوا متواجدين dans les fûts يعني متواجدين في البراميل يعني كل برميل يحمل this morgana i n تقرأ un forma morgana un forma Alibaba, Alibaba, de ce, e, de, e, ce, on a c, il doit être combattu à e, tu crois c, de ce, qui, i, qui, il est, tu crois, c, e, s, t, tu crois, e, c'est pas c, yani Morgana informa, le verbe informer, yani akhbarat, akhbarat Alibaba de ce qui s'est passé. بالذي حصل celui-ci
سي سل وي سل وي قلنا يو اي تقرا وي سل وي سي لوي يو اي تقرا وي ل وي اور دو نا اور دو نا دو e de o po de po z z e r تقرا e و s بين حركتين تقرا z ولا تقرا s اذا de poser d e s تقرا e d k u u i double l o u تقرا u k u x لا تقرا sur sur chaque chaque E في الأخير إذا نضع السكون هنا سي أش تقرأ شو والأ فتحة إذا شاك في في أو أو تقرأ أو بور بور كو كو لي أو أس تقرأ إي إذا لي فولور أس لا تقرأ لأنها تعبر عن الجمع vo e u qu'on a tocra e voleur e le o vo voleur e ne ne e se a u tocra o idan so v e ant la tocra لانها قلنا فعل ومصرف idan sauve pas pas celui-ci lui ordonna de poser des cailloux sur chaque fût pour que les voleurs ne se sauvent pas. معناها celui-ci تعود على علي بابا. وهذا celui-ci معناها هذا. Lui ordonna طلب منها lui تعود على مرجانة. Ordonna أمرها. Lui ordonna أمرها de poser des cailloux أن تضع des cailloux حجارة sur chaque fût في كل واحدة من البرميل. Chaque fût لكل واحدة من pour que les voleurs ne se sauvent pas معناها لكي pour لكي pour que les voleurs اللصوص ne se sauvent pas معناها لكي لا يهربوا se sauver هربا أو هربا يهربوا ne عندما تجدون ne و pas وفي الوسط الفعل اعرفوا بأن أو اعلموا بأن هذا هذه الجملة في النفي ne se sauve pas معناها لا يهربوا les malfaiteurs les malfaits a i قلنا تقرا e fait e u تقرا e identeur s لا تقرا les malfaiteurs المجرمين e t e n t لا تقرا كانوا été كانوا le verbe être مصرف في le في l'imparfait اذا اردتم ان تتعرفوا على كيفيه تصريف الافعال في l'imparfait ادخلوا الى playlist وستجدون في في الكونجوجيزون ستجدون كيف يتصرف ومتى يتصرف l'imparfait été capturé capturé a i n تقرا ان S مع الإي تقرأ سي أن سي ك قاسم قاسم كي كي فو أو إي تقرأ أو إذن فو أ إي تقرأ إي لي فو لي دو أو دو أ مال مال أ صن أو إن تقرأ أن صن frères frères idan les malfaiteurs étaient capturés idan les malfaiteurs يعني قلنا المجرمين ألقي القبض عليهم ainsi وأيضا que قاسم وأيضا قاسم ألقي القبض عليه qui voulait qui تعود على قاسم الذي أراد أو كان يريد du mal à son frère معناها كان يريد أن يؤذي أخاه son frère أخاه علي بابا علي بابا épousa أو U تقرأ U إذن épousa S مع الأ تقرأ ز لأن الأ جاءت بين
حركتين. إذن إبوزا مرجانا يعني علي بابا تزوج مع مرجانا. اي و فيف أنت لا تقرأ لأنه فعل لفر فيفر عاش يعيش. اي فيف وعاشوا ت خي ت خي أورو. لاحظوا أو 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 أورو. الأش لا تقرأ لذا تقرأ إلا أو و غو إكس لا تقرأ. تخيز أورو يعني جد سعداء. En remercion. Remercion. لاحظوا أن تقرأ أن ولكن قبلها إي فلذا تقرأ يون. يون سي بعدها الإي تقرأ سي. إذن remercion. تي لا تقرأ le bon أو أن تقرأ أن Dieu. Dieu. Tout. O U تقرأ U تو. U I تقرأ وي P وي P وي. دائما عندما تجدون U I فالحرف الذي قبله ضعوا له السكون. P وي سون. A N تقرأ أن. إذن بويسون معناها علي بابا إبوزا مرجانا إي فيف تخيز أورو. تزوج مرجانا وعاشوا جد سعداء. أن رميرسيون شاكرين لو بون ديو الله تعالى. Le bon Dieu, Dieu tout puissant. الله تعالى. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم القراءة بعد كل هذه الفيديوهات. اتركوا لي تعليقات جميلة كالمعتاد وكذلك اتركوا بصمة اللايك لكي يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الذين يريدون تعلم قراءة اللغة الفرنسية. وكذلك اشتركوا إن كنتم لأول مرة تشاهدون هذه القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.